أنطاكيا، المدينة التي تتجاور فيها وتتداخل دور العبادة للأديان السماوية. نزور فيها مثالاً واضحاً على هذا التعايش والتداخل، مسجد حبيب النجار. يقصد هذا المسجد الزائرون من النصارى والمسلمين. النصارى لأنه يعتقد أن الأضرحة الموجودة بباحته هي لحواريي نبي الله عيسى عليه السلام، يوحنا وبولس وبطرس، والمسلمون لأن هذا الجامع هو أول ما بني في الأناضول من الجوامع. كما أنه يعتقد أن حبيب النجار الذي سمي الجامع باسمه هو الرجل الصالح الذي ورد ذكره في سورة ياسين يدعو قومه لاتباع الرسل. فوفقاً للروايات المتداولة، أرسل عيسى عليه السلام يوحنا وبولس إلى مدينة أنطاكيا يدعوان الناس للإيمان بدين الله، وكان حبيب النجار هو الوحيد الذي استجاب لدعوتهما. وعندما لم يصل عيسى عليه السلام خبر منهما، أتبعهما برسول ثالث هو بطرس، إلا أن أهل هذه البلدة أبوا إلا الكفر بالرسل وشرعوا في قتلهم. فما كان من حبيب النجار إلا أن هب يدافع عنهم ويدعو قومه للإيمان بهم، كما وضحت آيات سورة ياسين. وفي النهاية قتل الأربعة على يد أهل البلدة المعاندين. عندما فتح الصحابي أبو عبيدة بن الجراح أنطاكيا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عام 636 للميلاد، أمر ببناء مسجد في المكان الذي توجد به مقابر هؤلاء الرهط الطاهر، والذي كان يحتله في ذلك الوقت معبد روماني. وبعد استرداد أنطاكيا عام 1268 للميلاد من الصليبيين الذين احتلوها 170 عاماً، أمر الأمير المملوكي الظاهر بيبرس بتجديد الجامع. وتوجد الآن على جدار المدرسة التابعة للجامع كتابة يرد فيها ذكر بيبرس: في يومنا هذا لا يخلو الجامع والمقابر الموجودة بساحته من الزائرين الذين تنطلق دعواتهم بمختلف اللغات للراقدين تحت هذا الثرى.